كل اللي تعبك احكيهولي وما تشيلي. والرسالة من هالكليب هو لحتى نعبر قديه العائلة كتير مهم تمسك فيها، وقديه مهم نكون مع بعضنا دايما، مش بس بالحجر، بكل أوقات، لأنه العائلة والأهل ما بيتعوضوا أبدا. أكيد طلعت معنا كولات بأحلى ما عندها وكانت بتعقد معنا. بدي أشكر ماريتا، دانا، الوليد حبيب قلبي ورفيقي، رفيقي كتير، الفنان والغالي على قلبي عاصي الحلاني على هذا النهار الرائع الرائع. وكرامة وصحوة الوجدان.